تحديدا النهارده زي ما قلت لكم خطاب النادي الاهلي للسيد الدكتور الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. انا هقرا لحضراتكم الخطاب ده لانه فيه رسائل هامه جدا. السادة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد. مجلس إدارة النادي الأهلي يهدي لحضراتكم لسيادتكم أرق تحياته وتمنياته لكم بدوام التوفيق لخدمة الشعب المصري والحفاظ على حقوقه، إذ يرفع الأمر إلى مجلسكم الموقر متسائلا كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون. لقد تقدمنا لسيادتكم بشكاوى عدة ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته ورموزه، ولم يتوقف المذكور عن السب والشتم والخوض في الأعراض وتوزيع الاتهامات الباطلة عبر وسائل الإعلام دون حسيب أو رقيب. كما تقدمنا في ذات الوقت بالعديد من البلاغات أمام كافة الجهات المختصة وفي مقدمتها معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون عن تجاوزاته وتطاوله على النادي الأهلي ومسؤوليه، مثلما يحدث مع كل أفراد الشعب. لكن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المذكور حالت دون خضوعه أمام جهات التحقيق، وكل البلاغات التي تم تقديمها ضده لا زالت حبيسة الأدراج. وأمام إصرار غير مفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، خاصة أن مجلسكم الموقر هو المنوط أولا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراد وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط. وعليه إزاء ما سبق، وبعد أن أصبح القانون لم يعد طريقا كافيا للحصول على الحقوق المشروعة في وجود حصانة برلمانية تحمي كل تصرفات صاحبها السيئة دون رادع قانوني، لذا برجاء التفضل بموافاتنا بالطريقة المشروعة التي يجب أن يسلكها النادي الأهلي ومجلس إدارته للحصول على حقوقهم القانونية من رئيس نادي الزمالك المتجاوز، خاصة وأننا على ثقة بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون كل الحرص على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتحية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. أيضا زي ما قلت لحضراتكم جواب من السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أو جواب بعث لمجلس النواب. أيضا الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. للحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي ارتأى أنه يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصعيدها إلى أقصى درجة، عشان كده النادي الأهلي دائما ما يسلك الأمور القانونية أو أوجه القانونية في الوصول إلى حقوقه وحقوق ناديه وحقوق جمهوره وجمعيته العمومية. أيضا ثلاث بلاغات تم تقديمها للسيد النائب العام بخصوص حفظ حقوق النادي الأهلي وردع كافة التجاوزات التي تحدث على النادي الأهلي. هو حضراتكم بقى كنتوا فين يا أستاذ خالد وبقية الإعلاميين اللي هم قلة يعني، لما حضراتكم بتشوفوا الجوابات دي، والنادي الأهلي دايما بيحاول يحافظ على الحقوق ويحافظ على كل شيء من خلال القانون. القانون فقط هو اللي دايما بيستعمله النادي الأهلي في طرقه للحفاظ على مكتسباته وعلى جمهوره وعلى مجلس إدارته. حضراتكم كلكم كنتوا فين؟